وما كانش كان كيبغي الحياة، كان يحب الحياة، وكان يحب المرح تيقول لله، وكان متفائل. وكان كنا كنهضروا على المغرب والملكية ديالنا والملك ديالنا وداك الشيء، وكان في بعض الأحيان كيقول بعض الآراء وبعض، ولكن عمره ما قال شي كلمة ديال العار حق سيدنا جامي دلافي. دائما سيدنا في المرتبة اللائقة والمناسبة به، بكل صدق بكل صراحة. كأب كنعرف كان كيعاود ليا، تعرف الإنسان ملي كطول 10 سنوات هذه هو كيجي لعندي، لا ملي كنت بعدا في رئاسة الحكومة كان كيجي لرئاسة الحكومة باستمرار كيدخل كل ساعة، ولا ملي ما بقيتش في رئاسة الحكومة يعني هذيك المدة ديال 4 سنوات هو تيتردد على البيت. يعني كواحد بالمناسبة الأسرة كلها حزنت، السيدة والأولاد والناس اللي كيشتغلوا اللي كانوا كيطلعوا لعندو تيجيبوا له داك الشيء اللي خصو، إلا خصو أتاي ولا القهوة، ولا تيضحك معاهم وتيتلطف معاهم بتواضع. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمه الله. كلهم حزن وحزن حزن شديد على سي الوفاء. انا ما عرفتش واش غنحضر الجنازه ديالو الراجح غنحضر نمشي، ما بغيتش ندير هذه الكلمه في المقبره، لانه ربما تكون الظروف غير ملائمه، ودابا كاين هذا الكوفيد وكاين هاد الكمامات وكاين هاد الشيء. قلت ندير هذا دابا من هنا في البيت باش نشرك الاخوان المحبين ديالي والاصدقاء ديالي والمتعاطفين معايا ومع سي الوفاء هاد المعاني. قدر الله وما شاء فعل. يعني اليوم تنفقد واحد الاخ عزيز كان يساهم في مؤانستي وكان يشير علي، يعني وكان يعني يتقاسم معي، وكان كي الهموم وكان كيبغي الوطن ديالو، وكان اب شبه مثالي. بغيت نذكر بواحد القضيه، السيد دريس البصري رحمه الله كان صديق ديالو بزاف، ولكن هو ما كانش صديق ديالو بحال الاخرين، بمعنى ان الاخرين كانوا اصدقاء ديالو. النهار اللي مات رحمه الله حتى شي واحد من الاصدقاء ديالو اللي كنعرف انا، لان مشيت انا والسي بها للجنازه ديال السيد دريس البصري، وقلت له كنا تذكرنا ديك الساعة انا والسباه، قلت له السباه واش نمشيو ولا ما نمشيوش؟ قال لي يا سي عبد الاله نمشيو. قلنا في راسنا حنا ملي كيموتوا الناس اللي تنشعروا بهم قدموا خدمات للوطن، واخا كاع يكونوا من الاطراف الاخرى اللي كتعتبر مخاصمه لنا ولا مختلفه معنا، ولا كنمشيو وفاء لهاد الناس اللي قدموا خدمه للوطن، بحال السي دريس بن زكري بحال غيره. قلنا حتى هذا قدم خدمة للوطن، وحتى وشركنا معاه لحظات، واخا انا ما كانتش عندي علاقة به الا مرة واحدة اللي دانا الدكتور الخطيب عنده قبل من الانتخابات ديال 77 ديال 97 رحمه الله. واحد المرة تلاقيته في الديوان الملكي في الدروس الحسنية، ولكن قلنا نمشيو. مشينا انا والسي بها، دوك الاصدقاء ديالو اللي كنا كنسمعوا لهم كلهم ما لقينا حتى واحد، كانوا غير الناس اللي صافت سيدنا. كان ديك الساعه السي بن موسى وزير ديال الداخليه، وكانوا بعض الاصدقاء ديالو والناس ديال الامن، ماشي الاصدقاء ديال السياسه، هذوك اللي كانوا كيتردوا عليه ما شفنا حتى واحد. انا والسي بها مشينا، والصحافه صورت بزاف هذاك النهار، ما خلت بصورت، وظنينا هذاك التصور غيصبحوا مجلخين جرايد الحق حتى تصويره من داك الشيء ما بان، ولكن اللي عرفت انا هو ان السي الوفاء وهو سفير مشى لعند السي دريس المصري حتى للدار في فرنسا، ومشى لعندو باش يشوفو باش يقول له باش يثبت له الوفاء ديالو باش يوخد عليه، لانه السي الوفاء ما عجبوش الحال داكشي اللي دار السي دريس المصري الله يرحمه ملي تعفى. وهذا انا نقول لكم كرجل سياسي، هذا دليل على وفاء كبير في تلك الظروف، هذا دليل على ان على وفاء عظيم. واليوم رغم ان السي الوفاء كما قلت لكم
كان باقي مأمل يعيش طويلا وباغي يدردق، كان باغي يدردق، باقي باغي يدردق وباقي في استعداد ما يدردق، ولكن ولكن قدر الله يعني شاء غير ذلك. أنا يعني أشهد أمام الله أنني ما وجدت فيه إلا رجلا طيبا وخيرا ومواطنا صالحا ويعني أبا مثاليا ورجلا وفيا غاية الوفاء. كنقولها وكنعاودها، ما عرفت واش هو داك الشيء اللي كان كيضمن فيا واش صحيح ولا لا، الله أعلم. ولكن كان مسكين ديرني في واحد المرتبة يعني كبيرة بزاف كبيرة بزاف، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولكن الله عز وجل يعني وكان كيصادق الجميع، كلشي كان كيبغيه، كلشي كان كيلقى معاه اتساع، كلشي كان كيهضر معاه، كلشي رحمه الله. عندي واحد الفتاة مسكينة ما كتكلمش، تشتغل معنا في البيت بحال بنتنا هذه، فايتة 20 عام ولا شحال وهي معنا، كانت كتعزو وجات عندي متأسفة اليوم، كان كيبقى يضحك معاها. طبعا كان ماشي سهل، كنقول له تيقول لي السيد رئيس، كيهضر معايا في التليفون، تيقول له انا رئيس ولكن على من؟ تيقول لي علي انا، تيقول له انت ما يقضي عليك غير الله او لجنة الملك. قلت له ما نقدر نكون رئيس على شكون ما بغيت الا عليك انت، ما نقدرش نكون رئيس لانه كان كيتمسك بالراي ديالو ما شاء الله عليه. او دابا اللي عطى الله هو هذا، بغيت كنت غنبدا بالتعزيه ديال السيده ديالو المصون، السيدة عواطف الفاسي اللي هي بنت سي علال الفاسي رحمه الله، لمن لا يعرف هذه الحقيقة أن السي الوفاة نال شرف المصاهرة مع واحدة من أعرق الأسر الفاسية وأشرفها وهي عائلة الفاسي، مع السي علال الفاسي رحمه الله زعيم الوطنية الكبير رحمه الله وزعيم حزب الاستقلال الأول رحمه الله. فنقول لكم بصدق، عيطنا عليها، عيطت عليها السيده عزتها ملي دوزتها ليا، انا ما قدرتش نتكلم، هي بقات كتصبرني. رحمة الله عليه، بغيت نعزي الوليدات ديالو، الصغار ديالو، الاحفاد ديالو، كلهم كانوا كيبغيوه بزاف بزاف بزاف، بغا يكون صحيح اليوم هادشي. حنا اللي عاشرناه غير شي شويه بقى فينا. لله الامر من قبل ومن بعد، هذه اللحظه اللي ديال التوجه لله، نقول له سبحانك وتعاليت هذا قدرك ونحن عبادك ونحن مؤمنون، وقد بشرتنا يا ربي إذا قلنا إذا رجعنا إليك في المصاب أن تجعله بشرى، فاجعله بشرى لنا بأن تغفر لأخينا وتغفر لنا معه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحزن الذي خالطني هذا اليوم لم أكن أتوقعه، ولكن هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى.
أنا لم أحضر لجنائز أفراد من الأسرة احتياطا بعد هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه. ماذا عدد من أفراد الأسرة به؟ لم أحضر، لكن غالب الدم غد نحضر اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. اتصل بي السي نبيل بن عبد الله حتى هو، وكدنا أن لا نجد الكلمات ليعزي بعضنا بعضا، ذهبت العبارة عن ذلك. رحمه الله، رحمه الله، ورحم والديه، ورحم من توفوا إليه من أسرته، أعزائي كذلك لإخوته الذين لا يزالون على قيد الحياة، وأبناء إخوته وأسرته جميعا، أعزائي لأهل مراكش في فقدان واحد من أبنائهم الأوفياء الصالحين. والإنسان بحال السلوفان إذا توفي يعني يستحضر العبد عظيم رحمة الله أن يغفر له ويتجاوز عنه، جميعا في حاجة إلى أن يغفر لنا ربنا ويتجاوز عنا، فرحمه الله وسامحه وغفر له، وكان لأهله من بعده. وعزاؤنا بطبيعة الحال الختام لجلالة الملك في واحد من أوفيائه، كان يعرفه جيدا، كان سفيرا واستقبل جلالة الملك يعني في الهند أكثر من مرة، وقام بواجبه على أحسن الوجوه، وعين سفيرا بعد ذلك أكثر من مرة، فكل هذا دليل على أنه كان ناجحا في حياته يعني المهنية والسياسية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.